ولو لسه بتتمنى اي تغيير، فحابب اقول لك ان باقي الوزارات ومش بس الوزارات، كل حاجه في البلد هيديرها سعاده عبد الفتاح خليل سعيد السيسي، منقذ مصر، بطل 30 زفت و3 يوليو. مش مصدق، اتفضل يا بيه. الراجل اهو كل حاجه، وزير السياحه عبد الفتاح السيسي، مش جاب سياحه تصور مع الست، وزير الشؤون الاجتماعيه عبد الفتاح السيسي، مش هتصور مع الناس دي. اللي بعده كل الوزارات هو فيها، وزير التنميه المحليه، هو تنميه محليه باينه خالص اهي خالص. يا بيه خش بقى على الاخبار كده، مش مصدق اديني بقى الاخبار. سيبك اهو، رسميا السيسي يصدر تشكيل مجلس الاعلى وهيئتي الصحافه برئاسته. اللي بعده هو بيصدر كل حاجه، بيشغل كل الناس، متغلغل في كل الميادين بالاسماء. السيسي يعتمد رسميا تعيين رؤساء الهيئات القضائيه. اللي بعده السيسي يترأس اجتماع المجلس الاعلى للشرطه. اللي بعده كل حاجه في البلد. السيسي يوافق على رئاسه مجلس امناء المتحف المصري الكبير، يوافق، قالوا لازم تبقى رئيسه. تفاصيل اجتماع الاول مجلس اعلى السياحه برئاسه السيسي. اللي بعده في حاجه تانية في البلد، قرار رئاسي بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من الانتخاب، هو اللي بيعينهم. يا السيسي رئيس اجتماع المجلس القومي للمدفوعات، اي كلام في اي حاجه. المجلس 16 قرار مجلس اعلى الاستثمار برئاسه السيسي، ما سابش حته مش رئيسها. السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد، ما سابش مكان يا بيه. السيسي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف. في حاجة تانية؟ تبعية الهيئة رئاسة الجمهورية نشر تعديلات قانون الرقابة الإدارية. تعبت بصراحة. البطل، البطل اللي بيقف لوحده ضد كل حد وأي حد، البطل اللي بياخد أي قرار وكل قرار لوحده مهما كانوا الخبراء والوزراء المختصين، حتى لو كل المختصين قالوا له لأ لأ مش بتاعة صباح في فيلم شارع الحب، لا علمية مش أغنية صباح الحلوة يا معذبني شوق ورقة، لا 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 بتاعة العلماء، حتى لو قالوا لا بأسانيد وبمنطق وبدلائل، الراجل بيركب راسه ويلبس الحيطة. هو اعترف إن الناس بتقوله لا، بس هو بيقول اه. اسمع، المسار اللي صحت في 2016 وقلت قبل كده، بس أنا هتوسع شوية فيه. كان موجود على الترابيزة كل المعنيين من الأجهزة الأمنية والدولة تقريبا، وطرحنا كان نوفمبر إن احنا نطلق عملية الإصلاح الاقتصادي وتعويم وتغيير سعر الصرف. كل اللي كانوا قاعدين قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ كله، مدير المكتب، الاقتصاد، المالية، الرقابة الإدارية، الداخلية، الدفاع، لا. طيب يا جماعه، هو العمليه مش عافيه، مش يعني مش لا، احنا بندردش عشان دي بلد يا جماعه. اللي احنا لو ما عملناهوش، قلت التعبير ده بصدق كده، قلت قبل كده اللي احنا لو ما عملناهوش احنا هنعدي بالقرار ده انايا، هنعدي بالقرار ده ايه انايا، ممكن نعديها، لكن لو اتاخرنا هنبقى عايزين نعدي بحر لا يمكن نعديه لو اتاخرنا في القرار. والحمد لله مشينا وربنا قرار، والحمد لله لبسنا في الحياه. الراجل كل اللي قاعدين قالوا لا، الداخليه والمخابرات والدنيا كلها واقتصاد والماليه قالوا لا، ما تعاومش الجنيه، بلاش الموضوع بتاع نوفمبر 16 ده، قال لهم لا لا. هي دي باختصار الحكومه الجديده، حكومه لا، حكومه لا يقبل ان يكون عضوا فيها الا اللي عايز يوسخ تاريخه، لا يقبل ان يكون عضو فيها الا اللي عارف ان هو شرابه خرج. حكومة مفيش شخص نظيف عنده كرامة بيحترم علمه بيحترم نفسه يقبل يشتغل مع واحد كده. على فكرة ده مش كلامي، ده كلامه هو نفسه. اسمع لما اعترف هو نفسه في لحظة شوق ان الناس النظيفة رفضت تشتغل معاه. اسمع، كتير من اللي قاعدين معاكم دول وناس اقتصاديين اعمق واعظم منهم في بداية 2014 التقيت بيهم، تحبوا تيجي تمسكوا الوزارة؟ ها؟ الوزارة؟ قولي لا، احنا لنا تاريخ، احنا يا دكتور مصطفى يا مستخسر تاريخك في بلدك، انا مش بلوم حد. محدش محترم هيشتاق ده كان في 2014، شوف الناس العبقرية اللي من 2014 عرفوا ان البلد رايحة في داهية بالدماغ دي.
فما بالك دلوقتي بعد ما راحت في داهية. عشان كده يا حضرات ما تشغلش بالك بأسماء السكرتارية اللي نشرتها القاهرة 24 وقالت إن دي الحكومة الجديدة، لأنك مش هتلاقي حد فيهم له تاريخ يخاف عليه أو يحترم نفسه، وهم عارفين هم جايين يتقاضوا مرتباتهم ويركبوا العربيات الفارهة وأطقم الحراسة، هم عارفين إنهم جايين دلاديل. سكرتارية الجرافة هو اللي نشرته 24. التشكيل الوزاري بعد تغييرات الحقائب حتى الآن، أسامة الأزهري وزير الأوقاف. بالمناسبة أسامة الأزهري كان هياخد المنصب ده من 3 سنين إلا لولا حلقة عملناها مع الشيخ عصام تليمة واتكلم عن تاريخ الرجل ده وعن مشروعاته وخططه، ووصلت المعلومة إن الحلقة دي كانت سبب في تأجيل إنه يبقى وزير أوقاف. الحلقة دي كانت من 3 سنين تقريبا. وزير التموين شريف فاروق، ما تعرفش مين شريف فاروق؟ وزيرة التضامن مايا مرسي اللي كانت بتاعة المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي هو طبعا انتوا عارفينه. وزير المالية أحمد كوجك اللي كان متحدث سكرتير بيشيل الشنطة لأحمد معيط، بقى وزير مالية. كان بيشيل الشنطة لمعيط اللي هو وزير مالية السابق، بقى وزير مالية. التعاون الدولي رانيا المشاط التي لا تنتهي زي الطاقة كده، لا تفنى ولا تستحدث من عدم. وزير العدل عدنان الفنجري ابن جوس. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف. مين محمد عبد اللطيف؟ مالكش دعوة. وزير البترول حاتم كريم بدوي، مالكش دعوة. وزير الصحة خالد عوفاري اللي في عهده اتبعت كل المستشفيات. وزير الداخلية اللي هو الكيوت محمود توفيق. وزير التنمية المحلية منال عوض ميخائيل. مين الأستاذة؟ برضو مالكش دعوة. وزير الاتصالات عمرو طلعت. وزير الشباب والرياضة الراجل مفتش التموين أشرف صبحي. وزير الكهرباء محمود عصمت، غير كوبري اسمه ايه ده، محمد عصمت ده. وزير الاسكان شريف الشربيني. الطيران سامح حفني. هاني سويلم وزير الري اللي ضيع وصلنا للملء الخامس. وزير الخارجيه والهجره بدر عبد العاطي. عارف بدر عبد العاطي ده كان بيشتغل ايه؟ متحدث رسمي باسم وزاره الخارجيه. يعني لم يجد في وزاره الخارجيه فجر او شخص يمسك الخارجيه الا المتحدث باسم وزارة الخارجية أيام الرجل أبو دورين اللي اسمه سامح شكري متحدث الخارجية. وزير النقل والصناعة كامل وزير النقل والصناعة، أمال إيه؟ التعليم العالي أيمن عاشور. التجارة والاستثمار حسن الخطيب. السياحة شريف فتحي. الشؤون النيابية محمود فوزي. محمود فوزي ده اللي كان متحدث رسمي باسم حملته الأخيرة، حد فاكر محمود فوزي؟ كان مدير حملته الأخيرة، الحملة بتاعته اللي كان بيسلطه على الناس. تخيل جاب مدير حملته وزيرا للشؤون النيابية، أي كلام في البدنجان. وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اللي الشجر اتقطع كله في عهدها، مصر بقت أرعى بلا شجر في عهد الست دي. لو دققت هتلاقي الأسماء دي هي الصف الثاني من السكرتارية. يعني كوجك ده كان بتاع المالية صف ثاني، كان مساعد محمد معيط. بدر عبد العاطي كان متحدث باسم سامح الشكري. محمود فوزي ده كان متحدث رسمي بتاع الحمله بتاعته. مفيش حاجه جديده يا بيه. لو دققت يا بيه، لو دققت اهو احمد كوجك عضو بمجلس اداره مجموعه طلعت مصطفى. لو دققت يا بيه هتلاقي الدنيا هي هي. وده اللي خلى الاعلامي حافظ المرازي يعلق على الاسماء المتداوله ويقول التغريده دي: يبدو أن الأسماء المتداولة في التعديل الوزاري بمصر أنهم طلبوا من كل وزير ترشيح أقرب مساعديه أو من يثق بهم ليقوم بنفس أعماله وتنفيذ كل تعليماته بنفس إخلاصه، إذ اضطروا لتغيير بعض الوجوه إلى حين التخفيض التالي للعملة. عدنان الفنجري ممكن ما تهمكش، وزير العدل المستشار عدنان الفنجري النائب العام مساعد التفتيش القضائي أيام الرئيس السابق محمد مرسي. ترأس في 2011 بطلب من النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود في فبراير 2011 مجموعة من أعضاء النيابة لمتابعة ما تم من تحقيقات بجميع النيابيات على مستوى الجمهورية في الوقائع الجنائية التي حدثت خلال المظاهرات التي بدأت 25 يناير. زعم في حوار سابق له بعد 30 يونيو أنه رفض طلب الرئيس الراحل محمد مرسي بالقبض على توفيق عكاشة، وأنه رفض
وان عبد المجيد محمود طلبه طلب منه عدم الاستجابه لهذا الكلام اثناء مكالمه هاتفيه. ابنه المستشار محمد عدنان الفنجري من ضمن من تزعموا ثوره وكلاء النيابه العامه ضد النائب العام طلعت عبد الله الازبق، وذلك بعد الاطاحه بوالده مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود في 2012 وتقدم ببلاغ ضده ضمن عدد من وكلاء النيابه. ابن اخوه اتعين في النيابه الاداريه اسلام حسين فنجري ابو جبل رقم 126 في كشف التعيينات. بنته اسراء عدنان فنجري ابو جبل مدرس مساعد بكليه حقوق بجنة حصلت في 21 على درجه الدكتوراه في القانون الدولي عن رسالتها العلميه المقدمه تحت عنوان الحمايه الدوليه الخاصه بطالب اللجوء. نضيف معلومات اخرى عن وزير العدل وشجره العائله الكريمه قد لا تهمك. اخيه محمد فنجري ابو جبل وكيل وزاره الشباب والرياضه بقنا عام 15. اخوه الثاني المستشار احمد محمد فنجري ابو جبل محكمه الاقصر الابتدائيه. عندك حاجه ثانيه؟ الحقيقه وفي ذكرى 11 ل 30 زفت التشكيل ضعيف هزيل واضح، مش بس بيقول ان السيسي هو وزير كل حاجه ورئيس كل حاجه، انما كمان بيكشف حجم الفقر والافلاس في اسماء السكرتاريه اللي مش لاقيينها. مش تلاقي حد له تاريخ ولا حد بيحترم نفسه ممكن يشتغل مع العقليه دي. احنا في زمن مصر المستباحه، مصر عزبه بيتبادل عليها الخولي، او زي ما قال الكاتب الصحفي انور هواري: لو كنا نريد مستقبل فعلي فعليا النضال من اجل دوله القانون وغير كده سوف تستمر مصر عزبه مستباحه يتداول عليها الملاك مالكا وراء مالك يتمرمغون او يتمرغون في خيرها، وتبقى اغلبيه الشعب في الضنك والبؤس والتعاسه والمذله والشقاء. فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد. ده اللي قاله أمل دنقل في المرسية بتاعت سبارتاكس. الخلاصة ما تنتظروش حكومة ولا وزراء، كلهم سكرتارية كمان درجة ثالثة، سكرتارية للزعيم اللي ماسك كل شيء بإيده هو، اللي بيدور البلد من حمام بيته بنظرية الغيلان اللي نهب مصر وخير مصر. ومع الأسف اللي حصل بعد نكسة يونيو 67 بيحصل تاني، واللي حصل قبلها حصل تاني، وللأسف ناس كتيرة قوي قوي نزلت تكرر نفس الغلطة تاني، نفس الغلطة، يجيبوا العسكر تاني ويرفعوهم في السماء والعسكر يدوسوا عليهم بالجزم ويرجعوا يقولوا معلش أسفين ما كناش نعرف. متى يتعلم هذا الشعب الدرس من 52 لحد دلوقتي؟